حاضر كجسد فاقد للوعي لا يقوى على رواية حالة التعذيب الوحشية التي تعرض لها في سجون ميليشيا الحوثي. هي حالة موجزة لمنير الشرقي في المؤتمر الصحفي الذي عقد في محافظة مأرب للاستماع من أقربائه وكذا شهود العيان ممن أنقذوه وأسعفوه عن تفاصيل جديدة لحالته التي شغلت الرأي العام. وفيها ظهر أن الميليشيا رمت بالشرقي في إحدى أودية ريف تعز للتخلص من جثته بعد إحراقه بمادة الأسيت الحار، فكتب له عمر جديد ليكون شاهدا على انتهاكاتهم. رقموا بالطعم أو بالسيارة، فأنا على مقربة منه أنظر له وإذا به بني آدم، فقلت يعني احتمال هذا الإنسان توفي أو خلاص يعني، فكشفت على وجهه وهو إنسان وأنظر له وهو يتنخس يعني على قيد الحياة. أول ما وصل إلي إلى المركز حتى الأمراض اللي كانوا موجودين هربوا من الرائحة ومن الشكل وكأنه غير إنسان. ففي تلك الحالة تم تصفية الدود التي على جسمه وتصفيته بالديتول بالمطهرات بالمعقمات، عمل الميبو المضادات الحيوية، وحافظنا عليه إلى أن تم نقله إلى تعز وبواسطة بعض الحقوقيين ومن تعز إلى عدن. وزير الإعلام اليمني وممثل وزارة حقوق الإنسان أكدوا خلال المؤتمر أن جرائم كهذه تفضح وحشية الحوثيين وتعريهم أمام المجتمع الدولي، كما اتهمت منظمات محلية ممثلي المنظمات الدولية في اليمن بالانحياز للميليشيا والتغاضي عن جرائمها المستمرة بحق المدنيين والمخفيين قسريا. لقد خلقت صورة الدكتور منير الشرقي وجعا لا حدود له، وهي صورة من آلاف الصور البشعة التي يمارسها الحوثي بحق المختطفين والمخفيين قسرا في معتقلاته التي أضحت مكتظة بالألم. هم كانوا أحرقوا ورموه يتخلصوا من جثته، فأراد الله أن يكشفهم، فأراد الله أن يفضحهم أمام الرأي العام وأمام الملأ، والحمد لله افتضحوا على حقيقتهم الإجرامية الذي بيمارسوه فيها أشد أنواع التنكيل والعذاب لأبناء الشعب اليمني. هرب منير الشرقي من مناطق سيطرة الحوثيين بطريقة معقدة وهدد مهربوه، فيما حاصرت الميليشيا منزل والده في ريف محافظة ذمار محاولة انتزاع تصريح يؤكد فيه اختلال ولده العقلي وإخفاء جريمتهم.